رغم هذا الطقس قارس البرودة الذي شهدته معظم المناطق بشمال شرق الولايات المتحدة، فقد تراجعت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة في يناير الماضي بصورة طفيفة بأقل من المتوقع، بينما ارتفع المعروض لأعلى مستوى منذ عام 2010 في علامات تبعث على الأمل لسوق الإسكان الضعيفة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الجاري أن المبيعات انخفضت بنحو 2% إلى مستوى سنوي معدل وفقا للعوامل الموسمية بلغ 481,000 وحدة، وجرى تعديل مبيعات المساكن في ديسمبر بالزيادة إلى معدل قدره 482,000 وحدة من 481,000، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008. ويقول باتريك نيوبورت المحلل الاقتصادي بمؤسسة IHS Global Insight أن سبب في تراجع المبيعات يرجع إلى ضعف نمو الأجور، حيث هبطت بنسبة 10% عما كانت عليه قبل الأزمة المالية، بالإضافة إلى عدم تحسن الأوضاع في سوق العمل. ولا يزال نشاط الإسكان ضعيفا منذ النصف الثاني من عام 2013 بفعل قلة المعروض وارتفاع الأسعار، وهو ما يبعد المشترين لأول مرة عن الإقبال على شراء مساكن جديدة. كما انخفضت نسبة الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها، وتراجعت معدلات إعادة بيع المساكن في الشهر الماضي، إلا أن نيوبورت أبدى تفاؤله بانخفاض تكاليف البناء بسبب قوة الدولار وتراجع أسعار النفط وانتقال مزيد من العاملين في حقول النفط للعمل في قطاع البناء. ورغم زيادة المخزون المتاح من المساكن الجديدة بنسبة 1.4% في الشهر الماضي حيث بلغ 218,000، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2010، إلا أن المخزونات لا تزال أقل من نصف مستواها في ذروة طفرة الإسكان. خالد حسين، رايترز.